أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن حماية الأردنيين وصحتهم أولوية لازمة، معبراً عن ثقته الكبيرة بوعي الأردنيين في التعامل مع فيروس كورونا. وقال جلالته خلال ترأسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد: إن الجميع مسؤول عن حماية نفسه وأهله، وكلنا شركاء في محاربة كورونا. ودعا جلالته المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة من خلال وضع الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي. كل ثقتي بالمواطن الأردني أنه حاسس وعنده وعي بالنسبة لمحاربة الكورونا. لكن للأسف من بداية السنة، ولأنه نحن نجحنا بقوة ببداية السنة، صار نقص التزام للأسف. إذا نحن بدنا نحارب الكورونا وبدنا ننجح ضد الكورونا، هذا اللي بخلينا ننجح ضد كورونا، بخلي المواطن يحمي نفسه، يحمي أهله ويحمي بلده. إنه واحد بس يلبسه زي هيك وبعدين يصير يحكي مع أصدقائه بهذا الأسلوب، هذا ما بيصبر. أهم إشي بطلب من كل مواطن يشارك معنا بهذا الموضوع، لأنه إذا واحد ما بيلتزم بيأثر على البلد بشكل عام. فالتركيز رجاء لكل مواطن، بدنا الكمامة الخط الأول بالنسبة لمحاربة الكورونا. المواطن اليوم خايف من الوباء، خايف من الوضع الاقتصادي. أنا بعرف أنه في خطط وأفكار أمام الجميع، لكن لازم يكون تواصل مع المواطن حتى هو يعرف بشفافية شو الإجراءات اللي بجوز لازم نأخذها، وإن شاء الله لا إذا في التزام من المواطن، لكن القطاعات المختلفة كيف نحن بنقدر ننسق معهم، نتحدث معهم حتى نحمي الاقتصاد الوطني اللي بالنهاية بيحمي رزق كل مواطن. ومن جهتها أكدت لجنة تقييم الوضع الوبائي أن الأردن دخل الآن بالمرحلة الرابعة من تفشي الوباء، وأن هذه المرحلة هي الأخيرة والأخطر في مؤشر التفشي المجتمعي. وأكدت اللجنة ذاتها أن أعداد الإصابات الكبيرة تسببت بضغط كبير على المستشفيات وكوادر التقصي الوبائي. على صعيد متصل أكد مصدر رسمي أردني أن لا حظر شاملا في القريب العاجل، وقال أن مثل هذا القرار لن يتم اتخاذه إلا إذا تطلب الوضع الوبائي في حال وصلت أعداد الوفيات أو الإصابات إلى مستويات غير متوقعة.